مرحبا واهلا وسهلا فيكم من جديد بسكايريم. رجعت لحتى اكفي هاللعبه الرائعه هاي. عم بلعب النسخه الخاصه من سكايريم سبيشال اديشن، الحلقه رقم 9 الموسم الثاني. ومن الحلقه الماضيه لهلا بعد هالغياب هذا صار في عده تطورات. اول شيء سكايريم نفسها تم تحديثها. وين هون بيعرضوا الفيرجن؟ هذا هون عم بلعب على اخر فيرجن من اللعبه، وكمان تم تحديث السكايريم سكريبت اكستندر، وقمت بتحديث ايضا بعض المدات. والاهم من هيك اني عملت ترقي، رقيت او غيرت السي بي يو، المعالج تبعي. صار بامكاني اني العب اللعبه بشكل افضل، بشكل اسرع، بتساعدني بالتسجيل وباللعب. قمت برفع بعض الاعدادات باللعبه، لانه هلا مش راح تبين بوضوح، ان شاء الله بس يطلع النهار فينا افرجيكم بعض الاشياء اللي غيرتها. على كل حال، من الحلقة الماضية هلأ شو عملنا؟ بالحلقة الماضية كانوا بعتونا انه نعمل هالمهمة هاي، بدنا نيجي نطلع على المكان هذا هون وشو في عنا بالمكان هذا. وين الكويستس؟ بدنا نروح نشوف، نتعلم ميراك اللي مسيطر على الجزيرة هاي. بدنا نروح نشوف شو عمل بالمكان هذا، حتى نفهم شو قصده او شو عم بحاول يعمل، شو هي خطته اللي بده يدمر فيها العالم. فالمهم في شغلتين. اول شيء انا فعلت السرفايفل مود، وهذا الشيء صعب اللعبه علي. اذا بدي اطلع على هيك مكان بارد، ما بعرف قد ايه راح فيني اضاين بهيك مكان. وثاني شغله كمان، انا رفعت صعوبه اللعبه، صارت صعوبتها على الماستر. بتصور بعدها على الماستر، كنت عم بجرب اللعبه انا خلال اوكي ماستر، بعدها على الماستر. فقعدت أقول لحالي إنه ما بدي أتسرع كتير وأحاول أختم القصة الرئيسية بس من دراغون بورن. خليني أحاول أكتشف هالمدينة هاي اللي اسمها إيش؟ ريفن روك. ريفن روك، نعم. أحاول إني أكتشفها أو أحاول ألعب مهمات جانبية، بس بعدني بجزيرة سول سايم. وهاي جورديس معانا هون، كنا توقفنا عندها بالحلقة الماضية. وعندنا هالمنجم هون، هذا كنت عم بطلع عليه لقيت إن في عندي هون منجم. فقلت خلينا نفوت على المنجم هذا، لانه بحلقه سابقه اول ما اجينا على الجزيره كانوا خبرونا قال في عندهم منجم، والمنجم هذا ما عادش ينتج مثل قبل. تعال نفوت نشوف. حبيت اني العب المهمه هاي، افوت على المنجم هذا لاكتشفه. طيب تمام، هيك راح نبلش لكان الحلقه هاي مع جورديس ومع هالمنجم هذا. ليه عم بيقول لي بعد فوق انه الطقس بارد؟ مش عارف. واو، ليك هالظلال هاي. هالظلال من وين جاي هاي اول شيء؟ شو الشيء اللي مضوي وعامل هالظلال؟ انا مش فاهم. هذا القنديل هون، اوكي. ليك كيف عاكس ضوء على الارض. طيب، اوكي. طيب. يا ترى هدول مناح؟ على الارجح مناح. مدام. Damn it, woman. I said to leave me be. Precious, last time you explored the mine, you almost fell to your death. I'm not spending the rest of my days as a widow. And I'm telling you that I'll do whatever it takes to find my great-grandfather's remains. He's down here. I can feel it. That was almost 2 centuries ago. There may be nothing left to find. Just let me go, woman. Precious, you're an obstinate old fool, and you're going to get yourself killed. طيب، هذا سمعته عم بيقول عم بدور على كأنه في حدا جده توفى بهالمكان هذا قبل 200 سنة، وبدي يفوت يدور عليه، وهي عم بتقول له لا، هتعرض حياتك للخطر. فقبل ما نحكي معاهم للجماعة هدول، ألقي نظرة بس على المكان هذا. جوردس خليك جاهزة، ما بنعرفش هون شو رح يطلع لنا هلا. هاي شو اسمها؟ آفيا. طيب، هذا اسمه مألوف علي. Who in the blazes are you? Can't you see I'm busy? Busy شو عم تعمل؟ ليك حتى أعطاني نفس الجواب، شو عم تعمل قاعد؟ Why should I tell you? I don't even know who you are. طيب بقول له بس أنا قاعد عم بكتشف المكان هذا. Exploring, huh? Yes. Most folks think this place isn't worth the effort. But mark my words. These mines hold a secret that could put Raven Rock back on the map. اوكي. بقول لك المنجم هذا فيه سر ممكن يحط
ريفن روك على الخريطة، يرجع يثبت أقدامه على الخريطة ويرجع يمكن للمجد اللي كانت عليه من قبل. بس طيب شو هي الأسرار هاي اللي مخباي هون؟ A secret the East Empire Company swept under the rug 2 centuries ago. It killed my great-grandfather and left Raven Rock with a worthless and tainted mine. شركة إيش؟ East Empire؟ هاي شركة شحن تعرفنا عليها بسكايريم، والظهر وصلت لهون وعملوا إشي بالمنجم هذا قبل 200 سنة، بس الظهر خربوه وسكروه، صار إشي هون الظاهر بهالمكان هذا. وإيست نعم إيست إمباير كومباني، تعال شو بتحكي لنا عن الشركة هاي؟ You never heard of them؟ بلا عرفنا. They're the largest trading company in Tamriel. Originally chartered by the Emperor of Cyrodiil himself. أوكي، هذه أكبر شركة شحن بتمريل. وشو قصة جدك الكبير؟ شو وضعه؟ مين هو؟ Gratian Caerellius. He spent his entire life exploring ancient ruins across Tamriel. And he died in these very mines almost 200 years ago. كان جده يكتشف الآثار القديمة، وقبل 200 سنة إجا مات بهالمكان هذا. وكيف مات؟ The East Empire Company called it a terrible accident, claiming that he was lost in a rockfall. But I know better. الشركة هاي الإيست إمباير ادعوا قالوا إنه وقعت عليه الصخور، بس هو هذا بشك إنه في إشي تاني قتله. وعندك دليل على هالشي هذا يا أستاذ؟ My wife and I were cleaning out our home, and we came across some of my great-grandfather's things locked in an old chest. I found an unsent letter he'd written to the East Empire Company, and a key. كان عم بدور بأغراض جده، لقى بالصندوق مفتاح ورسالة مش مبعوثة لشركة إيست إمباير. وشو بتقول هالرسالة هاي؟ It describes a discovery that was made in the mine by some of the diggers. They wanted Gratian to take a closer look. The East Empire Company must have felt it was of great value as they locked that section of the mine off from everyone else. اكتشف إشي له أهمية أو قيمة كبيرة، والمفتاح هذا هو اللي بيفتح، سكروا فيه جزء من المنجم سكروه، فهل المفتاح هذا أوبس راحت الشعلة، هل المفتاح هذا بيفتح القسم هذا من المنجم؟ It is. Well, I assume it is. I haven't been able to find the entrance. طيب أنا عاوز أضوي الشعلة، بس المشكلة هلأ إذا راح أطلع من الحوار هذا راح أضوي الشعلة وأرجع أفوت أحكي معه حيعيقدني الحكي كلياته. فطيب يا أنا راح أقول له يا عم معك حق، هذا الشيء يعني بالفعل يعني بيدعو للشك. Finally, نعم. Someone who believes me. بقول لك واحد صدقني أخيرا. I'm telling you, there's something big down there. Something that the East Empire Company wanted to hide from everyone. نعم، في شيء الشركة هاي خبطوا عن الكل، وهو فرحان إنه أنا هلا يعني صدقته أخيرا. طيب وليش أنت عم بتخبر الكل هالقصة هاي؟ Look, my wife nags that I'm too old to go traipsing around these mines chasing my story. نعم. Time's my enemy. It's caught up with me before I could find the answers that I'm looking for. So, عاوز عم بخبر القصة لحتى يمكن يدور على حدا يساعده. طيب، فعاوز مساعدتي لكان. I do. I want to know what happened to Gratian and what the East Empire Company is keeping from all of us. Gratian اسم جده. طيب وعندك فكرة من وين نبلش؟ Gratian kept a journal of notes about his discoveries. If you can find his remains, I'm hoping it will help. Okay. Here's everything I have. The letter, the key. Please, do this for me. أعطانا الرسالة. So I can finally regain the respect that I've lost. تمام. أعطانا الرسالة والمفتاح وقال لي بس تلاقي بقايا جدي معاه مثل كتاب مذكرات فيه معلومات إضافية. طيب أول شيء خليك معه شوي. Be careful down there. The mine can be treacherous. نعم خطير جدا. بدي أرجع أضوي هالشعلة اللي ما ضوت معي هلا. طيب تعال نفوت نشوف نلقي نظرة. أول شيء بلشنا إذا The Final Descent. بقول لك التقينا بالشخص هذا داخل المنجم، وهو مقتنع إنه بقايا جده الكبير موجودة بأعماق هالمنجم هذا، وبيعتقد إنه شركة إيست إمباير أخفت الحقيقة، حقيقة الطريقة اللي هو مات فيها، وطلب مني إني أكتشف المنجم هذا
بالنيابة عنه لحتى أدور على بقايا جده ويمكن أن أكتشف شو اللي قتل جده الكبير اللي اسمه غراشيان كاريلوس. طيب بدي ألاقي المذكرات في مثل دفتر المذكرات بدي أحاول ألاقيها. وأعطاني إشياء مش بتذكر شو أعطاني. بس قبل ما نحكي معه try the lower sections of the mine. I've never been able to get that far. ياس هذا الشخص اللي كان التقينا مع أحد الشغيلة وقال لي في سرق لي أو ماخذ المعول تبعه. The damn fool doesn't even deserve to have it. The pickaxe was made for mining, not selling. I'll bet he stole it from the skull in the first place. طيب هو عم بيعترض إنه ليش هذاك معه المعول؟ المعول لحتى واحد ينقب فيه مش لحتى ياخده ويبيعه. بس بدنا نقول له المعول هذا أول شيء مش لإلك. Oh, very well. Here, tell him I hope he drops a thing on his foot. طيب ولو هيك معصب عليه الزلمة. أوكي أنا بعد ما تعلمت الصفيرة هاي. أيوة. Whatever you say. عم نحاول نتعلم هاي الصرخة إجت مع مود convenient horses عم بستعمل الإصدار القديم من المود هذا. بعد ما رجعت ركبت المود مرة تانية على النسخة الجديدة من اللعبة بدي أرجع أتعلمها مرة تانية. طيب. Be careful down there. شكله أعطاني المعول. قبل ما Why you're leading Cretius on? I'll never understand. شو قصدك أنت؟ أنا. Try the lower sections of the mine. I've never been able to get that far. طيب. Why you're leading Cretius on? I'll never understand. أوه هاي بتعلمنا restoration magic. لو فيني ألاقي حدا بجزيرة هاي هي أويد المهارات اللي بدي إياها مثل ال one handed أو ال light armor. أنت شكلك مش متفقة معاه لهالزلمة هذا. Poor Cretius is aging, and I believe it's addled his mind. بتقول لك إنه كبر. As the years have passed, it's gotten worse. He's become obsessed with his theories of conspiracy. بتقول لك الزلمة كبر وصار مخرف وعم يقتنع بنظرية المؤامرة. طب لكان إذا هيك وين جده الكبير هذا؟ وين صار؟ شو قصته؟ I'm sure he's down there somewhere. Buried under a mountain of rubble, like the East Empire Company claims. My greatest fear is that my stubborn mule of a husband will end up suffering the same fate. شكله جوزة هذا. هدول الاثنين مجوزين فهي خايفة عليه. Be careful out there. ولا يهمك. أنا راح أتولى المهمة عنه. بس خليني أول شيء خليني أطلع لبرا ونرجع. أصلاً هلأ بيكون مسكر الزلمة مزبوط لمية بدي أرجع. عم بطلع النهار قاعد. ما بتصور الزلمة اللي بدي أرجع له المعول موجود هون. يا راح نام هو هلأ. شو هذا قاعد عم بدندن؟ قديش الساعة هلأ؟ أوكي يا فنو ما رح نعمل شيء. تعي خلينا بس ألقي نظرة على هالمعول هذا اللي أعطاني إياه. هيا هذا هو ما فيه شيء مهم. أنا شو أسلحة اللي عم بشتغل عليها؟ منيح ولابس كل شيء بيعنيني أمره. يا ومنح وات Oh my god, لا حامل كتير أنا. تعي جورديس وينك؟ تعالي. I'm right behind you. تعالي احمل عني. شو فيك؟ I am at your command. شو فيك احمل على جورديس؟ أنا هلا فايت على منجم وبدي اقعد ألم. كمان هذا ما فيني أرجع لإياه؟ What? You must be kidding me. العمى كله quest items. طب شو بعمل؟ هذا انا بدي اياه. اوه ماي. طب شو هون في؟ اوكي ويت وين الحصان تبعي؟ نو حصاني يو ليد ايل فولو. حصاني وين؟ خليني اخزن عليه. وين تركته انا الحصان؟
شايف ليه بدها تعلم هالصافرة هاي؟ تعال فيك علمني اياها. The entire island isn't covered in ash, you know. They have huge ice fields up north and it's freezing up there. نعم نعم بقول لك الجزيرة كلها مغطاة بالرماد بس هلا What? No need to get rough. ليش عم بطفي معي المشعل بسرعة؟ All right then. حاسس وقته صار قليل ما كانش هيك. روح حصاني تعال. Thank you. Thank you. تعال. تعال يا حصان. أنت وقتك أجيت. هذا بعد ما قتلنا التنين. هات حط الأشياء هاي كلها عليك. قد بعد فيني أخزن. Black Soul Gems اللي بعد مش عارف. هذا مشحون. ضب هالقلول والتورشز بعد معي سبعة بس أنا كنت مخزن على الحصان تبعي مجموعة من التورشز فمجموعة من المشاعل بما أني نازل على منجم خلينا أخذ شيء خمسة ما بتعرفش كيف فيني بينفعوني للأسف حامل معي كل كويست آيتمز بدي أرجعها مش عارف شو بدي أعمل فيها هذا مش بحاجة فعلية لإله وهدول ما بعرف ليش ما بسمح لي ارجعهم بقول لي كويست ايتمز شو هالكويست اللي انا عندي اياها روبز بلا الروبز هلا وهاي وهذا وهذا هذا كله كويست ايتمز ومش عارف شو بالضبط لمين طيب ولكو بيأدي هالقد ولا اتخلص بعد من شغلات اوه هذا الكتاب ما فينيش ولو ولو كل كوست ايتمز ويت من انا هاي متعلمة اوكي وهاي متعلمة خزن 130 شو بعد فينا نخزن مشكلة لأن فعلت السيرفايفل مود فما عادش فيني أحمل مثل ما كنت أحمل من قبل ف وهاي الجواهر كلياتها يعني أنا صح إنه هي قليلة بس كلها على بعضها يعني بتساعد بتفيد 14000 جولد اوكي 129 ما عملنا شيء كتير هذول فيني ابيعهم بعض الاشياء هاي هون فيني ابيعها في هون كان بائع بس كله ايوه طيب انا بالنسبه للاكل كنت بتذكر بحلقه سابقه طبخت كميه هائله من الطعام تمام مجهز حالي انا لهيك شيء هلا بدي اعرف استهدي على المنجم وين هذا؟ أنا بعد ما أنا حافظ معالم المدينة هاي مظبوط المنجم هي هناك يا فبخصوص السرفايفل مود فيني أكل بخصوص الأكل ما عندي مشكلة بس بخصوص النوم إذا بحال ما نمتش راح يقلل لي الماجيكا وانا الماجيكا مش كتير بعتمد عليها ففيني هلا اضاين اكمل ساعة بدون نوم لانه اذا بحال نمت مشكلة هلا ايوه لا وات اوكي طيب تعال نيجي نتفرج قديش انا هون مسجل بعد ما بدنا نتأخر كتير بهالحلقة هاي طولة شو هذا هون في وات اوه اوكي هذا المنجم بيجي هون بيرفعوا الاشياء اللي بنقبوا عليها بيرفعوها لفوق اها هذا شعار الايست امباير الشركه The Poison Song طيب اها اوكي طيب بالمنجم تحت تعال نشوف ما بدي انه اي اشي يفوت علي Why you're leading Cretius on, I'll never understand. شو خصك انت هلا؟ أنا عم بتحمل المسؤولية. شو ولك انت معي؟ Try the lower sections of the mine. نعم I've نعم. never been able to get that far. Lower sections, طيب. Whoa.
اوه طيب اكتبوا يا جماعة. اوكي اكتبوا في تحت. واو اذا واحد وقع هون كارثة. جورديس بي كيرفول. lower sections. شو فيها الاكياس هاي؟ لحظة انا يعني وات ما كنت متخيل انه يطلع على هون. لسه بعدنا باول الملجم. واو ثانك يو جورديس. التفاح. طيب القصة صارت هون بتخوف، فلانه بتخوف القصة وين كان في عندي انا شغلات بحب استعملها. شو بتعمل هاي؟ ايوه منيحه هالشغلات هاي، بس اضاءتها ما كثير بتعجبني. اضاءتها بحسها هيك يعني بتخرب الصوره علي اكثر مما هي بتفيد. بس شو بدي اعمل؟ ما عندي فيرا. وات شو اللي قتله هذا؟ وقع صخور عليه يمكن. اوكي احنا وين؟ بلش اضيع يا جماعة. طيب هم ما في شيء. انا هذا الضوء ازعجني اللي انا رافعه فوق راسي. اها طيب في انا عندي هون طريق ما عجبني هالضوء بالمرة. هذا ضوء احلى. وات شافوا اشي؟ شو شفتوا؟ لحظة يا جماعة لحظة، انتوا عم بتخافوني قاعدين كل شوي عم تطلع. وات اوه عنكبوت. اوكي ويت ا مينيت. فاير بريث. تعال هون مش فارقة معي. كريتيكال سترايك. طيب مش فارقة معي السم تبعك. ما بعتقد السم تبع العناكب لا هذا الجوع. اوكي ما بعتقد سم العناكب بيعمل لي مشكلة. مشكلة هذا المود. اورايت تعال نطلع على هالمكان هذا هون نشوف شو فيه. بيوصل على شي مكان؟ ما بيوصل. ايش في شي؟ كأنه هاي بتفتح احدى الابواب الخفية اللي وات. بعدين ليش جورديس ما لحقتني؟ عارف شو بدي افتح شوي الشاشة يعني عندي لانه مغمقة. انا اجمالا الشاشة مغمقة عندي، فهلأ هون رفعنا شوي البرايتنس تبعها. ممكن هذا الشيء يساعدني لحتى اشوف. هذا المنجم بضوع يا جماعة. انا هلأ مش عارف حالي وين رايح. وات فانا مش عارف حالي. في كذا طريق يعني في المنجم بطرقات عم تتشعب، فانا بحبش اني اكون ماشي بمكان بتشعب فيه الطرقات بهالشكل. لانه واحد بضيع هيك. واو شو هذا؟ اطلع نشوف. هذا كان احد ال
اوكي. واو عليهم. هذا الظاهر كان تراب اللي بنحطه على الارض. لا لا لازم انتبه، لازم انا اضوي المنجم كلياته هيك. تعالوا انتوا لو فيكم تمشوا لقدام. مشكلة المشعل ما بضويش بسرعة، بعرف شو بدي اعمل فيه. تعالوا امشوا قدامي انتوا. اوكي اها وات اها تمام. هاي بتنكسر. ايوه هذا هو الاسم المسكر من المنجم. هون في مفتاح مسكر، وهون كانوا حاطين خشب حتى ما حدا يفوت. وات تعال نشوف شو فيه هذا الصندوق. نو شو اللي اخذناه وبديش اخده. اللي اخذته مش هذا بيكاكس بدي شيء. لا اكسبرت في شغلي. انا بحاول انه انا احفظ منك هالشقفة هاي وين موجودة. بتطلع على العلامات اللي هون، من هالعلامات اللي هون بحاول اني احفظ بكل محاولة وين. وات اوكي نو فبحاول اني ارفعها شوي يمكن لفوق. صار لي وات صار لمدة مني فاتح اقفال بهالصعوبة هاي. ها لقينا قلادة جديدة من هالقلادات هاي. اوكي تمام 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 حلو حلو. بصراحة قبل ما نفوت على المكان المسكر هذا من المنجم. وات ايش عم بصير هون؟ معلش خليك شوي جوعان يا استاذ. خلينا حتى وإن كانت أنا هاي منا كتير عجبتني هالشعلة الشمعة هاي اللي فوق راسي، بس بتضل أحسن من بلاش. يا فكنت عاوز إني أتجول لأنه أنا حسيت حالي إنه ما اكتشفت المنطقة اللي من فوق. فينا أخذها هاي هذا أكشولي نو خليها وينها بتضوي لنا ال من وين شلتها؟ بعرفش انسى. كنت عاوز أرجعها هيك مكان مسكر بحاجة لكل هالمشاعل. يا في هون زي كأنه في طريق أو محل ما دخلتش عليه. احنا نزلنا من فوق. لا والله شكلي اكتشفت كل شيء. أنا هيك ضعف شوي. طيب هاي الغرفة اللي دخلنا لها فكرت انه هون يكون في تحت اشي، بس ما في شيء تحت. طيب يلا بحبش انا اتجول او ادخل على داخل مكان مثل هيك واحس انه في سكشن او مكان من الكهف او المنجم انا مش مكتشفه. بدنا نيجي نشحن هذا السيف اللي انا معي اياه. لا مشحون. وهذا فتح.
هذا هو المكان المسكر من المنجم lower section. اوكي اهلا تعال مرحبا اهلا روقوا انتو علي طيب سو فار يعني لحد الان ما في اشياء كتير خطيره هدول الدروغرز اصحابنا بنعرفهم وهذا بعده عم بطفي ايوه شو نلم اسهم ما لهاش قيمه أنا المشكلة إنه أسهم هلأ كمان حتى الأسهم صار إلى وزن فما معيش كتير أسهم 14 أدي قوتهم هدول الأسهم قوتهم قوتوا 10 لو ما بيهمني ما بدي أحمل أسهم ضعيفة إنه أصلا هيك ما راح أستعملها إذا مش راح أستعملها أوكي أها هذا هون صندوق كنز وبطلع اذا بحالي مفخخ منه مفخخ ماجيكال ريجنريتس يعني هيفي ارمور مين اللي بده يهمه الماجيكال ريجنريتس اذا عم بلعب هيفي ارمور في حدا بلعب هيفي ارمور وبيعتمد على الماجيكا مش عارف هاي مثلا ناخدها قوتها منيحة يس يا شو بدي اعمل فيه هذا فاليو بينباع بينباع هاتو بينباع اعطيني ذهباتك وهاي كمان بتنباع هاتا مجموعة من الغنائم ليك هدو هون دفنيني ورا الشجر وهون في شي ورا الشجر كمان فينا اطلع بعد اتفرج ممكن في شي مخبى هون ما بعرف ما في شي مخبى لا طيب لكان احنا بعدنا هون فايتين يا اها في اشي قدام عم بضوي اوكي خليل انا حامل الشعله هاي بايدي اول ما يجي كومون سولجم هاتو اول ما يجي شي خطر بنرفع الدرع وي وات شو هذا زيحوا عن الطريق يعني أنا كنت شايفه من قبل هذا الباب أول ما دخلت انتبهت له لأن كنت عم بتحارب مع هذول الروكرز طيب جورديس يعني معلش فتحي لي راسك فتحي لي عينيك تعي قربي لهون سيريسلي حلو انه في هيك كتير نباتات طالعة وات بنقز يا معلم هالمكان هذا لانه بعد هذيك الضرب اللي ضربوني اياها بالنار صار لازم انتبه على الارض هالافخاخ هاي بتخوف انا بعد هلا مش عارف شو اللي انفجر بالضبط هل هو تراب من هدول اللي بينفجروا او اشي تاني مش عارف هذا دروغر محروق اهلا تعال جورديس في عنا هون في عنا قصة حلوة او في اثنين كمان مش واحد alright اهلا وسهلا
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هلق بعده قاعد. ليه هذا بعده قاعد؟ ما أمش. وات وات في حدا قام من ورا. وات 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 ويت نو. ليه عم تحاربوا مع هذا؟ وات وات اوه اوكي معقول يكون هذا اللي انفجر؟ يمكن الاترونس اللي انفجر. وبعدين الاترونس تبعي كان عم بتخانق مع تبعها. مش مفروض هيك يا جورديس. مش مفروض هيك. ويت سمعت وقع اقدام. وات روقي روقي. هذا سهل. ولو ما عم بتأثر بالنار. وات اوكي شو صار؟ تبع مين هذا؟ تبع ولا تبعك؟ تبعك اوكي اوكي. هذا ليه بعده في كمان ورا ناس قاعدين؟ طيب هلا نشوف شو قصتهم اللي قاعدين هذول. لطالما كل يعني كلياتكم تروكرز. هذا قاعد. طب غريب ليش في اشي بيكون ميت وفي شيء بيكون يعني بيقوم؟ شو السر؟ اوه هاي كمان بنت. حنطين كلهم هذول. ابصر شو اللي ماجيكا ووتر ووكينج. بمشي على المي. هاي اول مره بشوفها. قدلها عم سكايريم اول مره بشوف ووتر ووكينج. شايف ووتر بريثينج بس مش ووتر ووكينج. That's interesting. Water walking. الظاهر يمكن في عنده مهمة بدي امشي فيها على المي. اوكي تمام. في شوية كنوز وغنائم بهالمكان هذا. هذا على الارض. على الارجح ما بيقومش. ريح معكو ذهب. انت بتقوم؟ شكله بيقوم هذا. ايوه ولو خد تجرب اذا بحال السم بنفع عليه لانه عم بضرب النار عليه ما عم بيأثر. كسره. معقول هذا بسبب السم اللي ضربته عليه ولا شيء ثاني مش عارف. اهلا انت بعدك قاعد؟ خليك قاعد لحظة شوي. ما دام بعدك قاعد اول شيء بنضوي هاي فوق راسك. ايوه وبعدين نحط لك كمان سم. الظاهر السم بيأثر معه ما بعرف. هات لا هذا مش قاعد. فكرته انا انتبهت اللوش. فكرته هذا عايش. طيب ما مشكلة. اوكي انا كنت شفت شيء انا في مثل قوس بوابة نافذة شغلة. وين شفتها؟ هاي هي مظبوط. احنا اجينا من... اوكي يا احنا اجينا من تحت مظبوط. اوكي بس كان بحاول اني اتعود على معالم المكان لا اكثر ولا اقل. وهي كمان وحدة. نايس. يا هاي هي شفناها وقلنا شو في هون هيك اشياء مضوال طلعت هاي. طيب هذا شفنا. اوكي في باب. ليش بتضل بتطفي هاي؟ شو بيعمل هذا الميج لايت؟ بول اوف لايت. هاي هذه حلوه.
ليك هاي وات اها هاي حلوة يعني معنا مجموعة من السبيلز وما عم نستعملهم هذا شكله عايش طيب إذا أنت عايش خليك كاندل لايت أهلا طيب خليك قاعد بأرضك أنت مدام ما راح تقوم علي هلأ خلينا أول شيء نلم أقولك في كذا واحد أهلا تعالوا أول وات وات أوكي شو في عنده شيء تاني بينفع increase heavy armor skill لا resist fire aversion to shock aversion to magic أوه أنا بدي stamina wait a minute بدنا استمنى انطرني يا أستاذ وات اضرب عليه يا كلب ريجنريت ريجنريت او فيجرس تعال هون One-handed increased, yes. شو هذا الصوت؟ مين الكلب اللي؟ Wait a minute, Jordis. You are chilly. Oh my God. وكمان هذيك عم بتقول له I yield. Jordis عم بتروح فيها. Jordis ناخذ واحد من هذا بعرف ايش بيعمل بالضبط. You know what? بركي هاي والفيد طيب هذا على السريع بياكل هو عم بتخانق في عنده هون اشياء انا ما مستعملها يا ويت ا مينيت ويت ا مينيت انا خايف اكون قتلت جورديس بالطريقة هاي خايف اكون قتلت جورديس هذه كارثة إذا بحلقة ثالثة هاي شارج نو نو ذاتس ديفيكلت كثير صعبة هاي كثير كثير صعبة والمشكلة بطل معي بوشنز ذات إز نوت جود ذات إز نوت جود أت أول كيفك داخل على منجم وما فيش معي كارثة كارثة كبيرة هاي شو بعمل يا جماعة كان في عندي صرخ كمان تعلمتها فيني اكل الاكل كله اكله كله بعدي لي اياه شوي وبدي اهرب فيش الا اني اهرب من المكان هذا ما عندي حل تاني ما مش حقدر اعمل شيء هلا وفي عندي صرخه اها فينا استعملها هاي نو بليز جوردس ما تموتي هلا دونت داي ناو ما بدي هلا الا وانا اهرب اهرب جوردس بليز
اهرب 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 اهرب. That's it. That's it. That's it. I'm going out. I'm going out. I'm going out. I'm going out. I'm running. I'm running. I'm running. I'm running. امشي. My God. That's it. رحت فيها. بعدين ليش هيك انا؟ شو اللي مالي؟ wait a minute. auto saving بس شو اللي مالي؟ very cold. بسبب السرفايفل مود يمكن اللي فعلته سالت. وليك انا كمان هون ليك 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 انصبت بمرض وعم بقول ليش انا هيك عم بخسر بسرعة. ان شاء الله بس تكون جوردس ما ماتت. ان شاء الله تكون جوردس ما ماتت. انا هذا اللي خايف عليه. Potion of cure disease. Wait up. معقول ما عندي يا لا انا لازم ارجع احصن حالي. واو ارجع اطلع من هالمنجم هذا. بدي ارجع مرة تانية على المكان هون بس بعد ما استعيد كفاءتي. واو 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 وين انا هلا؟ وين هذا هون؟ خليني اطلع لبرا. يا ترى جورديس بتكون معي ولا لا؟ جورديس ثانكس جاد. كنت خايف عليك تموتي. على كل حال يا شباب مثل ما عم بتشوفوا كانت مواجهة صعبة جدا. منا هيني عم تلعب سيرفايفل مود عم تلعب قاعد ماستر ديفيكولتي. فرجعنا على 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 بر الأمان بعد لحظات عصيبة جدا. رح أرجع أجهز حالي بهالمدينة هاي أبيع أشتري أشوف شو بدي أعمل. و يا منا هيني منا هيني. فخليكم معنا بالحلقة الجاي بنشوف شو بدنا نعمل. إلى اللقاء.